أصابعهم على الزناد على طول الوقت لحفظ الأمن وحماية العراق من عبث العابثين وإرهاب المجرمين وعصاباتهم. وها هي اللحظة التي تنشطر بها مهمة تلك الأصابع بين حماية الوطن وحفظ النظام، فسوف تتلون تلك الأصابع بلون بنفسجي يعكس مواقفهم في ترسيخ التجربة الديمقراطية. نعم، فقواتنا الأمنية وبمختلف صنوفها من دفاع وداخلية وحشد شعبي وجهاز مكافحة الإرهاب بدأت ومنذ ساعات الصباح الأولى بالتوجه إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بالصوت والمساهمة في صناعة المستقبل والقرار للمحافظات المختلفة. ومثلما يؤمن هؤلاء البواسل بحماية العراق وأمنه، فهم يحافظون ويساهمون بفاعلية كبيرة في حفظ نظامه وترسيخ تجربته، فلهم منا ألف التحية. وهم يدشنون هذه الانتخابات وهذا الحدث المهم لصنع المستقبل وصنع القرار العراقي.